استشهد واصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم نساء واطفال في قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسه تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزه. كما قصفت مدفعيه الاحتلال منزلا شمال المخيم اضافه الى قصف مدفعيه استهدف شمال غرب مخيم البريج وغرب المغراقه فيما اطلق طيران الاحتلال المروحي نار باتجاه محيط مصنع العوده على شارع صلاح الدين شرق دير البلد. وفي حصيله غير نهائيه ارتفع عدد الشهداء منذ بدا عدوان الاحتلال على قطع غزه في السابع من اكتوبر الماضي الى اربعين الف واربعمائه وخمسه وثلاثين شهيدا اغلبهم من الاطفال والنساء اضافه الى ثلاثه وتسعين الف وخمسمائه وأربعة وثلاثين مصابا